كما يسرني أن أستضيف الفنان القدير الدكتور حبيب غلوم. مساء الخير عليك. يا مساء الورد. ورمضان كريم علينا وعليكم يا رب. عندي سؤال أبي أطرحه، يعني اليوم نحن نشوف سباقات المسلسلات الرمضانية، لفت نظري أحد المسلسلات اللي هو يتكلم لعبة نيوتن، إذا أنت شفتها بطولة منى زكي. تابعت؟ نعم تابعت كثير من الحلقات. فكان الموضوع أن هي كانت موجودة في أمريكا وزوجها في مصر، بعد صارت الأحداث إلى أن وصلت أنه طلقها عبر وسائل النصية، رسالة نصية أنت طالق. فهل الأجندات اللي قاعدة تنطرح هل هي للتغيير أم بس نسق واقتباس ويلا؟ والله يا ريت يكون للتغيير ويا ريت يكون نسق، المشكلة أنا أتصور أنه تكون أجندات يعني متجدولة بشكل حقيقي، خاصة فيما يتعلق بهذه الأمور، في أن هي فعلا اتطلقت من ذاك أو لا، وياسة طبعا تضرب على وجهها وتندب حظها أنه كيف أنا يعني صدقت في لحظة أني أنا اتطلقت، لأنها تبغى ترجع لطليقها مثل ما وصلنا احنا للحلقات للحين يعني. فانا اتصور انه يعني انا عن نفسي ابتعد عن مثل هذه الشوائب في الاعلام، لان بالفعل تشوه كثير من مثل ما قلنا ثوابتنا وتشريعاتنا. حازم لسه طليقك وانت مراتي شرعا، واللي بيعمله البني ادم ده اسمه تدليس حقايق. انا على الورق مراته هو، مش مراتك انت. انا حتى معيش ورقه طلاق. مش مهم، المهم انه طلقك. عدم وجود ورق الطلاق مش شرط لوقوع الطلاق. السؤال هنا، هل يقع الطلاق عبر رسالة نصية أو عبر أي وسيلة من وسائل التواصل؟ على هذا السؤال تسرني مداخلة الداعية خالد الجمل والخطيب بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحابب أشكر حضرتك يا أستاذة ميرا وكل فريق العمل على هذه الاستضافة الطيبة في برنامجك المحترم التي أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتنا، اللهم أمين. الطلاق على الواتساب لا يقع ولا يعتد به وليس طلاقا. الطلاق ينبغي أن يكون كما بدأت العلاقة الزوجية، إن كان بتعاقد موثق لا ينتهي هذا الرباط الزوجي أو الطلاق أو لا يحدث الطلاق إلا بعقد موثق وعليه إشهاد رسمي من الدولة كما كانت شريكة فيه. أسأل الله أن يبلغنا ليلة القدر في هذه الأيام المباركات، وشكرا لحضرتك يا أستاذة ميرا على هذه الاستضافة، وتحياتي لكل إخواتنا في دولة الإمارات الشقيق، وشكرا على خير بإذن الله. شكرا جزيلا. اللهم آمين. شكرا على هذه المداخلة فضيلة الشيخ خالد الجمل والخطيب في وزارة الأوقاف المصرية. اللهم بلغنا ليلة القدر. آمين.